السلام عليكم، يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بحلقه جديده على قناه براسكورد. برحب فيكم يا اصدقاء ويا اعزاء. في هذا الفيديو بدنا نتحدث ونتكلم عن بعض الامور اللي ممكن تصير واللي نحن بنتمناها كجماهير ومتابعين للمنتخب السوري خلال الفتره القادمه، خصيصا بعد خروجنا من دور المجموعات لبطوله كاس العرب قطر 2021، جميعا بانتظار وصول المدرب الروماني تيتا لمدينه دمشق من اجل استكمال العمل والإشراف وإدارة المنتخب السوري خلال المباريات القادمة من تصفيات كأس العالم. جميعاً بنعرف نحن العام القادم مع بداية العام الجديد حيكون في عنا 4 مباريات مصيرية وحاسمة لموضوع التأهل لمركز الملحق بالمجموعة الأولى مع باقي المنتخبات العربية. الأمل موجود بالنسبة ضئيلة جداً على الورق، لكن فعلياً بعالم كرة القدم في حال كان عنا 4 انتصارات أو 3 انتصارات وتعادل، ممكن هذا الشيء يزيد من حظوظنا بالتأهل لمقعد الملحق. نحن ما عم نعمل اكيد الموضوع سهل، اكيد ما انه سهل، اكيد الموضوع بده عمل، بده اجتهاد، بده تنظيم، بده استقرار من الناحية الفنية والإدارية للمنتخب السوري، ايضا استقرار على موضوع الجهاز والفني والإداري للمنتخب مع الاستقرار على التشكيلة واستقطاب جميع اللاعبين السوريين اللي ممكن هن يقدموا اي إفادة وخدمة بأرضية الملعب. أكيد لازم يكون هلأ المدرب من خلال المشاركة ببطولة كأس العرب استنتج الكثير والعديد من الأمور اللي هي حتساعدنا خلال الفترة القادمة، والأهم 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 أن المدرب الروماني تيتا حيتواجد بسوريا بمدينة دمشق، حيتابع مباريات الدوري وحيتابع أخبار اللاعبين المحترفين، حيكون في عنا متابعة لجميع الأمور اللي تتعلق بمنتخب الأول للرجال. هذا الشيء نحن كنا جدا فائدينه خلال الفترة السابقة أيام المدرب السابق التونسي خلال تدريبه للمنتخب السوري بالفترة السابقة. هلأ على العموم بدنا المدرب يتواجد بدمشق، يتابع مباريات الدوري، يتابع أخبار اللاعبين المحترفين، أكيد يكون في عنا اجتماع لحل موضوع العمرين، خصيصا بعد التصريحات والكلام اللي كان حول سبب غيابهم وعدم تواجدهم. أكيد لاعبين ذا قيمة بأرضية الملعب بخط الهجوم، شئنا أم أبينا هذا الموضوع. أكيد نحن كمان كجماهير بنرفض أنه أي لاعب يكون أكبر من المنتخب أو ما يتواجد مع المنتخب بسبب غير مقنع أو بسبب أي شيء ممكن يأثر على اللاعب ما يتواجد مع المنتخب. على العموم نحن كجماهير أكيد كنا بنتمنى أنه نتأهل لدور الثمانية من بطولة كأس العرب، لكن بنفس الوقت أكيد نحن عرفانين الظروف الصعبة اللي عم تمر على المنتخب السوري بسبب تبديل عدة مدربين، أكيد النتائج السلبية والسيئة اللي كانت بالتصفيات وتذيل المجموعة الأولى من التصفيات. على الرغم كان في عنا أمل وتوقع أن يكون منتخبنا من المنتخبات الصعبة جدا بهاي المجموعة مع حبنا واحترامنا للمنتخبات العربية، لكن ما فينا ننكر أن المنتخب العراقي كان سيء، أيضا منتخب الإماراتي على الرغم من الفوز على منتخب لبنان لكن كمان ما عم يمر بظروف صعبة أو بأداء جيد بأرضية الملعب، والمنتخب اللبناني عم يقاتل بشراسة على موضوع الملحق. ما فينا نقيم منتخباتنا العربية مع المنتخبات مثل إيران وكوريا الجنوبية لأنه هذا الموضوع صعب جدا بالمستوى وبالأداء بأرضية الملعب. على العموم المطلوب هلأ خلال هاي الفترة الاستقرار والاستقرار والاستقرار والعمل بدون أي شيء يأثر على المنتخب، خصيصا مع اقتراب مباراة الإمارات، يعني تقريبا بعد شهر أو شهر وأكثر من العام القادم من الشهر الأول. هي مباراة مفصلية وهامة لموضوع الروح المعنوية للاعبين اللي رجعت مع بطولة كأس العرب، أكيد الروح القتالية اللي كانت مع المدرب الروماني تيتا اللي احنا عم نطالب تبقى هي الروح موجودة عند لاعبي المنتخب السوري. نتمنى أكيد موضوع المحترفين والمغتربين لازم ينحل، وحاجة ينحكى بهذا الموضوع لهي الفترة، ولازم نعرف حالنا ممكن أي لاعب يمثل المنتخب بباقي المباريات أو ممكن يقدم أي إفادة مثل ما ذكرنا بأرضية الملعب، مثل ما قدم اللاعب أوليفر لاعب منتخب أولمبي الفائدة بأرضية الملعب بهذا المركز، لأنه جميع اللاعبين ممكن يقدموا إفادة للمنتخب بالمباريات، ونحن بحاجة لأي لاعب يساعدنا لموضوع تجاوز 4 مباريات. بنرجع بنقول أهم الاستقرار والانسجام، وجود مباريات ودية تحضيرية للمدرب الروماني أيضا للمنتخب الأول بضم لاعبين محترفين أو لاعبين المحليين حتى يزداد الانسجام بين اللاعبين. إن شاء الله إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب مع المدرب الروماني تيتا. صفحات الماضي طويناها، لكن لازم نحن قبل ما ننساها نحن لازم نستفيد منها، خصيصا قادمين جدا على استحقاقات بعد تصفيات كأس العالم، هو التحضير والتجهيز لبطولة أمم آسيا 2023 بالصين. أكيد لازم منتخبنا يكون محضر بعد فترة التصفيات لهي البطولة، لأن ما لازم نحن يكون عندنا فقط موضوع المشاركة
لا، لازم يكون في عنا تحضير للتأهل للدور القادم بعد دور المجموعات بالبطولة. لازم نحن يكون في عنا بصمة على مستوى قارة آسيا، ما لازم يكون في عنا فقط خروج من دور المجموعات مثل ما كان عنا بالأعوام الماضية. بتمنى منكم تقيمونا رأيكم كرأي وحبنا واحترامنا للمنتخب، للمدرب، لأي مدرب يستلم المنتخب، عن الأداء وعن المستوى وعن الشيء ممكن يكون في الفترة القادمة للمنتخب الأول منتخب سوريا. لايك كومنت وشير لهي الحلقة وانضموا لمجموعاتنا الرسمية عبر تطبيق واتساب حتى يصلكم كل جديد، وتتابعوا جميع المواعيد المباريات والأخبار وروابط البثوث المباشرة للمباريات. أكيد تابعوا لقاء الأمس اللي كان من خلال قناة العالم سوريا والحديث عن خروج المنتخب السوري من بطولة كأس العرب. بتمنى منكم تتابعوا هذا الفيديو، رح تلاقوه مثبت بالوصف بأول تعليق، وشكرا لكم.